طبعا العصفور لك قصص عصفور. مع العصافير. ايه والله عطينا قصص العصافير طلعها. عنا 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 قصص حلوة كتير مع العصافير. أنا عندي قصة بتجنن مع أنا بحب الكائنات الحية كتير، بحب الحيوانات جدا جدا جدا. شو بتتخيل إني أنا مربي عندي بالبيت؟ وش مربي؟ يا سيدي مربي قنفذ. يا رجل. سميته فوزي. فوزي القنفذ فوزي. قنفذي قنفذي سميناه. ربيت حية. وفلتت بالبيت مرة وأمي حلفت يمين ما بتقعد بالبيت لحتى نلاقيها لأنه اختفت، وين بدك تطالعها. ربيت عصفور، ربيت عصفور كان وقعا من على الشجرة ما قلو ريش، يعني عصفور صغير مسكين. بس العصفور اللي أنا ربيته غير نوع، هذا بسموه بسموه بلبل العرب. كبر ما شاء الله عليه، طلع له ريش خلص صار وين ما روح يلحقني بابا. مفكرني طيب. أمه طيب. ما مو بابا، فكرني أمه. شو هالأم ما شاء الله النظرة هيك تبع ماما ماما. أنا هو اللي بيربي العصفور أكيد مو العصفور الأب، فيزقزق حسه عم يقول لي ماما. ومن بلبل الكربول إلى بلبل الخليج يا حبيب قلبي. الله ما أروع ابتسامتك، نظراتك، شكلك، طولك، عرضك ما شاء الله، عريس لقطة ما شاء الله. Oh my God. اسمح لي طال عمرك ودي أدخل شوي معاك عالثقيل. عالثقيل؟ سنة. لا لا لا. ممكن؟ شرف تفضل. الكل الآن عارفين إنك أنت سنجل. لا لا. Yes or no. لا لا لا. هلا أول شغلة خليني جاوبك من الآخر، حياتي الشخصية أبداً ما بحكي فيها. نقطة على الصفر. أبداً أبداً حياتي الشخصية. ونقفل على الموضوع. حلو نقفل على الموضوع لأنه ودنا ناكل إيش ورق عنب. ساعدني يا حبيب قلبي. لا لا خذ الورق عنب. لا لا عم تمزح. تستاهل 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 تستاهل. الله يحب ورق العنب. تستاهل. الله يلا طول عمر الحين جبت لك أطيب أكلة وتحبها. معلش نبلش نبلش ونبلش نحكي شغل ما أقدر أنا لازم أركز بسواقة. والله الظاهر بخلوك تركز أكثر. ها شوف أنا دلعتك بالورقة أنا. ها عشان تأخذ راحتك وأنت تقول لي السالفة. على فكرة أنسى إذا بتطلع لي من الصندوق خروف محشي ما راح أقول لك شيء. ومن حقك. بس على فكرة يا باسم الحياة الشخصية في ظل هالزمن هذا اللي فيه السوشيال ميديا الناس يقولوا ما صار في شيء اسمه خط أحمر. حتى لو الفنان ما حب إنه يتكلم إلا الخبريات بتتسرب عن طريق السوشيال ميديا. ما بترد ولا بترد ولا برد ولا بعمري بيعني لي أي شيء. يا من حكى عني قصص بالسوشيال ميديا وبغيره وبغيراته ولا عمري اتعاطيت مع القصة كأنها موجودة. ألا إذا شفته أنا حدا شاتمني على السوشيال ميديا رح فوت رد عليه؟ ما رح فوت رد عليه. باسم لو جاك واحد مستفز عن جد تماما قال لك ضريبتي الشهرة ها ضريبتي أنت ملكية عامة تعطينا أخبارك شو الرد؟ لا شو ملكية عامة شو ملكية عامة ما في شيء اسم ملكية شخصية عامة بس شيء اسمه حياة خاصة. شخصية عامة بس حياة خاصة. ما بيصير شخصية عامة إلى حياة خاصة هيك المنطقي. بس ما بيصير حياة عامة وشخصية خاصة يعني هي ما بتركب مع بعض. حكي لو شو لو شو لو شو لو تعرفوا لو تعرفوا